بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعة النهاردة هنتعلم مع بعض في هذا الفيديو ازاي اقدر اضيف عنصر برمجيا الى الصفحة. يعني ايه؟ يعني لو انا معايا صفحة مثلا عايز اضغط على الازرار يظهر انبوت تكست. تعال نشوف مع بعض ايه الفكرة. انا مثلا هعمل صفحة اهو نيو بيج جي اس اف جي اس اف بيج، هقول له مثلا ايه؟ هقول له دايناميك بيج محتاج بيم. ماشي، بيمز اوكي. احط بطن، تعال نكتب عليه وليكن مثلا add input text. تعال نشوف لما اعمل رن للصفحة دي انا عايزه يعمل ايه. بص يا سيدي، انا عايز لما يضغط على الزرار ده ايه اللي يحصل؟ يعمل لي انبوت تكست هنا، يضغط كمان يعمل انبوت تكست كمان وهكذا. عامل مثلا زي الفيسبوك، تكتب ايوه الكومنت يظهر على طول، فهو بيضيف عنصر برمجيا على الصفحه. انا عايز اعمل حاجه زي دي، تعال نشوف الموضوع ده ازاي اقدر اعمله. تعال الاول نفهم ايه الفكره. دلوقتي انت عندك صفحه ايه؟ دي بيج ومحطوط عليها فورم. مين اللي قال لك؟ ما هو ده اللي موجود اهو، ادي الفورمه بتاعتك ايه صح ولا لا، ده كومبوننت على الصفحه تمام كده. طيب وبعدين دلوقتي انت عندك بين، تمام، يبقى اقول تاني دي البيج ودي البين. طيب وبعدين قال لك اي عنصر انت بتحطه هنا على الصفحه ايوه بيتعمل له اوتوماتيك اوبجكت خاص بيه فين؟ في البين. بمعنى الفورمه اللي انت عاملها هنا اهو اوتوماتيك موجود ليها اوبجكت فين؟ هتلاقي مثلا هنا اوبجكت اسمه فورم، مثلا فورم واحد اوبجكت موجود في البين. طيب ازاي؟ تعالى كده نشوف مع بعض اهو. دلوقتي ادي الصفحه بتاعتك اهي، البين اللي انت عملتها اهي فعلا دلوقتي ايه؟ انت عامل فورم، هنا في فورم ايوه في مناظر ليها هنا اهو مباشره اوبجكت اسمه ايه؟ اسمه اف واحد، هو عمله لك اوتوماتيك. كلام جميل جدا. طيب الاوبجكت ده من نوع ايه؟ قال لك من نوع ريتش فورم. وكذلك مين البطن اللي انت حطيته؟ ريتش كوماند بطن. يبقى اذا اي عنصر على الصفحه يقابله مباشره اوبجكت خاص فيه فين؟ في البين. يبقى اذا لو انا عايز اتعامل مع الفورم دي مثلا عشان ازود عليها عنصر، يبقى انا كده اتعامل مع الاوبجكت بتاع الفورم في البين يسمع اوتوماتيك فين؟ على الصفحه. وصلت الفكره؟ يبقى انا اقول له يا اوبجكت نعم والنبي ضيف عليك ايوه اوبجكت جديد من الانبوت تكست. كل ده برمجيا. هعمل اوبجكت من مين؟ الاوبجكت بتاع الفورم موجود، حلو، يبقى اعمل اوبجكت من الانبوت تكست. وبعد ما اعمل اوبجكت من الانبوت تكست ايوه اروح ازوده اضيفه على مين؟ على المساحه بتاعت الفورم. يقوم مباشره يسمع فين؟ يسمع في الصفحه عندي. وصلت الفكره؟ بس هي دي كل الفكره. طيب حاجه زي دي اقدر اعملها ازاي؟ تعال نشوف دلوقتي هعمل ايه. عايز اكتب كود على البطن، يبقى دبل كليك، تعالى مثلا نسمي المسج دي اي حاجه وليكن مثلا بي تي ان اتش اكشن. طيب وبعدين هنا الكود اللي لو اتنفذ يضيف مين؟ يضيف انبوت تكست على الفورمه بتاعتي. كلام جميل. طب ازاي؟ مبدئيا انا محتاج دلوقتي اجيب ايه؟ اجيب المساحه بتاعت الفورم الاول. يعني ايه؟ انا معايا اوبجكت منها ايوه، انا عايز بقى المساحه اللي انا اقدر اضيف عليها. ازاي؟ ده كود جاهز. اقول تاني، يبقى انا دلوقتي معايا فورم، حلو، معايا منها اوبجكت. طيب انا محتاج بقى المساحه اللي انا اقدر احط عليها الايه؟ العنصر بتاعي. يبقى معايا الفورم ايوه عليها
عليها مساحه اقدر احط عليها الايه؟ الكومبوننت بتاعي. ازاي؟ الكود اهو انا عامله كبير علشان لو الصوره مش واضحه ولا حاجه، اهو هو ده الكود بتاعنا، نكبره لو احنا عايزين نكبر كمان اهو عشان لو الصوره مش واضحه اهي. ده الكود اللي احنا هنشرحه مع بعض. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب اوبجكت من المساحه بتاعتي. ازاي؟ اهو ده اول سطر، ناخده كوبي مع بعض ونشوف. انا مكبره عشان لو الصوره ما هياش واضحه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هقول له ايه؟ هقول له يا اوبجكت يا اف واحد، نعم، هات لي الشيلدرن بتاعك، يعني المساحه اللي تحت منك. طبعا بيرجع باوبجكت من نوع ايه؟ نعمل بس امبورت. بيرجع باوبجكت من النوع ليست. كلام جميل. طيب وبعدين؟ يبقى انا دلوقتي معايا اوبجكت اسمه انا مسميه مثلا تشايلد، تقول لي يا اوبجكت يا فورم، نعم، هات لي المساحه اللي تحت منك، جابها لك في اوبجكت. كلام جميل. وبعدين اروح اقول له ايه بقى؟ اعمل اوبجكت من الانبوت تكست، صح ولا لا؟ اهو وده اللي انا عملته هنا. هاخد كوبي اهو، نعمل له امبورت. يبقى انا كده عملت ايه؟ جبت المساحه، ايوه، عملت اوبجكت من الانبوت تكست. طيب وبعدين احط فيه قيمه. ازاي احط فيه قيمه؟ اقول له مثلا يا انبوت تكست دوت مثلا سيت فاليو، حط القيمه مثلا، ايوه، بويلك. كلام جميل. طيب وبعدين نوصل للحاله الثانيه، ايه بقى الحاجه الثالثه اللي انا ايه؟ اقول له يا تشايلد اعمل ايه؟ على فكره انا ممكن احط القيمه، ايوه، بالميثود اللي هي بتاعت سيت فاليو، وفي ميثود ثانيه اسمها سيت سبمت فاليو، زي ما انا عايز، الاثنين واحد. طيب وبعدين اروح اقول له بقى يا تشايلد، نعم، ضيف لي الانبوت تكست تحت منك اهو، وده اللي انا عملته اهو. كل بقى يا تشايلد، نعم، اللي هي المساحه اللي تحت الفورم، ضيف لي الانبوت تكست ده عليك. تمام كده. طيب مش لازم تظبط البارشل تريجر، صح ولا لا؟ ازاي نظبط البارشل تريجر برمجيا؟ اهي باستخدام حاجه اسمها الفيسز كونتكست اهي. تعال نشوف الكود ده معناته ايه. بقول له هنا ايه؟ اهو هشرحه على خط الكبير اهو. بقول له ايه؟ بقول له اي دي اف فيسز كونتكست، ايوه، ده عايز ميثود اسمها جيت كرنت انستنس. جيت كرنت انستنس دي ترجع لك باوبجكت من الصفحه الحاليه. طب بجيبها منين؟ بجيبها من كلاس اسمها اي دي اف فيسز كونتكست، يرجع لك باوبجكت انا مسميه كونتنت اهي. اقول له بقى ايه؟ اقول له يا كونتنت اللي هي الصفحه بتاعتك، ايوه، اد بارشر تارجت على مين؟ على الفورم اللي هي اف واحد دي، اثر لي على الاوبجكت اللي هو الايه؟ الفورم واحد. طيب وبعدين بس كده خلاص. نعمل ايه؟ نعمل دلوقتي رن للصفحه بتاعتنا ونشوف ايه الناتج. اهي الصفحه بتاعتنا ظهرت. اقدر ان انا لو ضغطت على البطن هيعمل ايه؟ هيطلع لي انبوت تكست اهو، وجواه كلمه ايه؟ ويلكم. اضغط كمان يطلع لك انبوت تكست تاني، وجواه ايه؟ وجواه برده كلمه ويلكم. انا كده قدرت ان انا اضيف كومبوننت برمجيا على الصفحه بتاعتي. واحد يسالني يا باشمهندس، نعم، وانت بتشرح دلوقتي انت قلت لي ان اي كومبوننت هنا يقابله اوبجكت هنا، انت عرفني منين؟ او انا اعرف منين؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي لو رحت على الصفحه اهي ادي الفورم بتاعتك، صح؟ تمام جميل اهو. بص بتلاقي خاصيه اسمها البايندنج، هي مربوطه بايه؟ مربوطه، ايوه، في البين بتاعتك
اهو، مش البين اسمها كده؟ كمان اهي البين اهي دايناميك بيج اهي موجود فيها اوبجكت اسمه اف 1، هو ده اللي هو مربوط فيها. ده لو انت عايز تعرف هي مربوطه في ايه. ده يا جماعه كان مثال بسيط جدا يقدر يوضح لك ازاي اقدر اضيف كومبوننت على الصفحه بتاعتي برمجيه. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.